لقطات مهمه جدا، واحنا بنعيش حضراتكم في الكواليس لحظه بلحظه. عشان اطمن حضراتكم بشكل اكبر على فرقه النادي الاهلي، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد، مرافق بعثه الفريق في رحله المغرب، واللي هيقول لنا كل الكواليس اللي تتعلق بالفريق خلال هذه الدقائق والساعات القليله قبل السفر. يا كريم، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور وعشام طبيعه قناه الاهلي. اهلا بك يا كريم. يعني عايزينك تطمنا على الفرقه، على البعثه بشكل كامل، ايه اللي بيحصل دلوقتي في المطار؟ انا شايف كمان في اللقطات اللي قدامي يعني استقبال مسؤولي مطار القاهره لبعثه الفريق في مطار القاهره الدولي، يعني حطنا في الاجواء والكواليس يا كريم. اكيد طبعا زميلي امير، في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. يعني الرحله ان شاء الله تنطلق من مطار القاهره، اكيد الرحله طبعا برعايه اير كايرو ورسائلنا اليوميه ان شاء الله باذن الله من هنا من القاهره او من المغرب هتكون تحت رعايه بنك طيب. الامور كلها يمكن امير الحمد لله يعني حتى هذه لحظه ماشيه بشكل رائع ومطمئن جدا لفريق النادي الاهلي. بنتمنى ان شاء الله بقى مع مرور الوقت باذن الله وموعد المباراه تفضل المعونات مرتفعه على لعيبه النادي الاهلي، ونفضل نشوف التركيز الكبير ده، وينقصنا بقى ان شاء الله كل التوفيق في هذه المباراه. احنا متواجدين امير في مطار القاهره، لعيبه النادي الاهلي كانت بتتوافد اكيد يعني الساعه 1 نقدر نقول لعيبه النادي الاهلي بالكامل مع الجهاز الفني قدروا ان هم يكونوا متواجدين. تسهيلات اكثر من رائعه هنا طبعا في صاله كبار الزوار، تعرف طبعا امير يمكن طائره خاصه بيوفرها مجلس اداره النادي الاهلي في شيء اكثر من رائع ومميز جدا، بيحاول مجلس الاداره يوفر مناخ طيب لكل اللعيبه عشان يبقى التركيز فقط لا غير في هذه المباراه. الامور كلها ماشيه بشكل مطمئن النهارده، يمكن كمان مع وصول لعيبه النادي الاهلي كان في استقبالهم مدير العلاقات العامه هنا في مطار القاهره الاستاذ طارق اسماعيل، وايضا كمان مدير المراسم الاستاذ محمد عبد الوهاب، يمكن حيا اللعيبه بشكل كبير، قدموا لهم بعض الورود، حفزوهم بشكل كبير جدا. الكل عارف ان النادي الاهلي في مهمه قوميه ومهمه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله مع الاجواء اللي احنا شايفينها دي امير، ومع الحماس ومع التركيز ومع الامور اللي ان شاء الله بنتمنى في المغرب كمان تكون ميسره باذن الله، كل الامور دي تنعكس علينا ويبدا النادي الاهلي ان شاء الله في خطوه ايجابيه. مباراه الذهاب هي 180 دقيقه، 90 دقيقه اولى ان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه، وتبقى بقى 90 دقيقه الاخرى فيها القاهره يكون ليها حسابات كثيره جدا ان شاء الله مع بيتسو موسيماني اللي عندنا ثقه كبيره جدا في جمهور النادي الاهلي، مساند ومداعم، وهي دي المرحله اللي محتاجه تكاتف كبير جدا من أكيد. الجميع من جمهور النادي الاهلي ومن مجلس اداره النادي الاهلي، كل محب النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون على قلب رجل واحد في هذه المباراه. كمان عايز اقول لك طبعا رحله الطيران، يمكن احنا خلاص قدامنا 5 دقايق ونبدا نتوجه الى الطائره. رحله الطيران يعني هتستغرق 4 ساعات ونص، نوصل ان شاء الله الى كازابلانكا الساعه 6:30 بتوقيت كازابلانكا، يعني نقدر نقول طبعا احنا في ساعه هتكون فرق، 6:30 دي هتكون في كازابلانكا، هتبقى 7:30 في القاهره، 4 ساعات ونص ان شاء الله باذن الله توصل لبعثه النادي الاهلي بالسلامه باذن الله، وتتبقى بقى كل الاجراءات الخاصه به، الاجراءات الاحترازيه اللي يمكن باكد عليها امير بشكل كبير جدا أكيد. مجرد دخولنا المطار الحقيقه يمكن الدكتور خالد محمود طبعا طبيب النادي الاهلي والمسؤول التعقيم كمان اللي مسافر مع النادي الاهلي في خطوه رائعه ومميزه جدا، بيركز بشكل كبير جدا على ابتدائي الكمامات، كل الامور دي مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي، وفي تحذيرات كبيره من الجهاز الطبي. مجرد وصلنا لكازابلانكا الامر هيكون في غايه الاهميه، لازم اللعيبه تحافظ على نفسها بشكل كبير جدا، وان شاء الله باذن الله الامور كلها باذن الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. طيب كريم، عايز اسالك عن المراسم، لان انا لفت نظري جدا الجزئيه دي، مراسم استقبال الفرقه في مطار القاهره واجواء المراسم دي تحديدا، وايه الامور كانت ماشيه ازاي في الجزئيه دي، ومدى اهميتها من الجانب المعنوي كمان بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الحقيقه طبعا يعني يمكن زي ما قلت لك كان على راس الاستقبال لبعثه فريق النادي الاهلي، كان بدا الاستاذ طارق اسماعيل مدير العلاقات العامه بدا طبعا في استقبال بيتسو موسيماني والجهاز الفني وحياهم، ويمكن حفزهم وقال لهم احنا محتاجين البطوله الافريقيه، ودي كانت لفته رائعه ومميزه جدا. لعيبه النادي الاهلي يمكن كلها كانت متواجده، يمكن لف عليهم واحد واحد، طارق اسماعيل طبعا مدير العلاقات العامه زي ما باكد لك، والاستاذ محمد عبد الوهاب مدير المراسم، حاجه رائعه ومميزه جدا، ويمكن ادت للعيبه معنويات مرتفعه. اللعيبه طبعا عارفه قيمه المباراه وقيمه البطوله الافريقيه وعارفه اهميه هذا الامر، لكن كل الامور دي امير بترفع من معنويات لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير، الكل مركز والكل عنده حافز والكل عنده هدف هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. بطوله غايبه علينا، لكن ان شاء الله باذن الله مع الحاله اللي احنا فيها دي ومع التركيز والتحضيرات الفنيه والتحضيرات الاداريه كل الامور دي ان شاء الله باذن الله ينقصنا التوفيق، هو ده اللي احنا بنتمناه. يعني كابتن محمود الخطيب كمان كرئيس بعثه، دي رساله مهمه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه، لازم يكون رئيس مجلس اداره بقيمه الكابتن محمود الخطيب متواجد، توفير طائره خاصه ده امر مهم جدا. كل الامور يمكن يعني مجلس الاداره شغال بشكل كبير جدا على البطوله الافريقيه تحديدا، هي يمكن الامر طبعا اللي بيتمنى هناك في المغرب يكون الامر ميسر، هو الامر طبعا الخاص به جائحه كورونا، بنتمنى ان شاء الله كل اللعيبه تكون سالمه، ما يبقاش في اي اصابات او ما يبقاش في اي حاجه تعكر طبعا صفقه مسيره النادي الاهلي في هذه المباراه. لكن بشكل عام الاستقبال هنا كان اكثر من رائع، الكل
بيحفز لعيبه النادي الاهلي، والكل بيقول لعيبه النادي الاهلي افريقيا، والكل الحمد لله باذن الله يعني واثق طبعا، كلنا واثقين في اللعيبه، لكن الكل ان شاء الله باذن الله يكون موفق ان شاء الله في كازابلانكا باذن الله. طيب عايز اتكلم شويه على الفرقه يا كريم، وتحديدا بعد الثلاث مباريات الاولى لمستر بيتسو موسيماني، واكثر تحديدا كمان بعد المباراه الاخيره امام بيراميدز، انت شايف وجوه اللاعبين قدامك دلوقتي في المطار مدى جاهزيتهم المعنويه لمباراتي الوداد من خلال متابعتك؟ الحقيقه يمكن نقطه مهمه جدا زميل امير، ويمكن الحاله المعنويه الرغبه موجوده طبعا عند لعيبه النادي الاهلي والحافز موجود، لكن كل ما المعنويات بترتفع الامر بيكون ليه مردود كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه يمكن مع المباراه الاخيره كمان تحديدا مباراه بيراميدز، يعني يمكن الظروف حطتنا في طرد وان احنا نلعب مضبوطين، لكن باين بشكل كبير جدا روح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي اللي كانت واضحه بشكل كبير جدا. النتيجه ما كانتش مؤثره على قد ما كان الاداء هيعكس رساله كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي والجهاز واللعيبه. اللعيبه يمكن ادت مباراه اكثر من رائعه، ضغطت بشكل كبير وقدرت ان هي توصل ضربه الجزاء، طبعا لو كان النادي الاهلي احرزها كان الامر هيكون مختلف، لكن زي ما قلنا قدر الله ما شاء فعلا ما تعرفش طرد عمرو السوليه، ده كان هو ده الهدف ان اللعيبه تبدا تضغط بشكل كبير، كل واحد كان ملتزم بمكانه. الحقيقه كمان يمكن مستر بيتس موسيماني ادار المباراه فنيا بطريقه اكثر من رائعه، وده اللي يمكن بنسمعه من اللعيبه، يعني اللعيبه لما بتيجي تتكلم بتقول احنا عملنا جيم كويس، التعليمات كانت بالنسبه لنا من خارج الخطوط، التمركزات تبقى صحيحه، الضغط كل واحد لازم يكون حافظ على مركزه، كمان اللياقه البدنيه اللي يمكن شغالين فيها بشكل كبير جدا. يمكن كيبي طبعا اللي هو خطه الاحمال الجديد طبعا مع الجهاز الفني، الحقيقه يمكن في ظل ضيق الوقت ده امير، لكن في دور كبير جدا ما بيقوم بيه سواء الريكفري او الاستشفاء او الجرعات اللي بيديها لبعض اللعيبه، يعني كل الامور دي يمكن فرقت بشكل كبير جدا معانا. لكن باكد لك امير المباراه الاخيره مباراه بيراميدز ادت معنويات كبيره جدا ورفعت المعنويات للسماء لعيبه النادي الاهلي، لان الفتره اللي جايه محتاجه زي ما بنقول محتاجه جهد ومحتاجه اصرار جديه عزيمه، كل الامور دي كانت باينه بشكل كبير في مباراه بيراميدز. يعني نتبقى بقى مباراه الوداد، يعني الامر طبعا اللي كان بيشغل اكيد الجمهور وبيشغل اللعيبه ان الجمهور يكون متواجد، جمهور الوداد، لكن في بعض الامور كده ان شاء الله كلها تكون في صالحنا في هذه المباراه، لكن لو مشينا على الجديه والاصرار والعزيمه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي في مباراه بيراميدز الاخيره ان شاء الله باذن الله نرجع من كازابلانكا بنتيجه ايجابيه، والمباراه الثانيه ان شاء الله في 90 دقيقه الاخرى باذن الله يكون ليها حسابات فنيه مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني ان شاء الله باذن الله امير، رحله تكون موفقه ذهاب وعوده باذن الله نكون معانا ان شاء الله. طيب الشق بقى الاهم واللي بيهم الجمهور يا كريم، وهو فيما يتعلق بالاصابات، طمنا على الاصابات، مدى جاهزيه كهربا، مدى جاهزيه الشناوي، ايمن اشرف، محمود وحيد كمان، شايف ايه الدنيا عندك؟ يعني نبدا في البدايه خالص نطمن جمهور النادي الاهلي على جاهزيه الشناوي، الشناوي ان شاء الله باذن الله هيكون الحارس الرئيسي باذن الله في مباراه الوداد، مع الاطمئنان اللي احنا بنطمن منه مع الجهاز الطبي يوميا. الشناوي ادى تدريبات خلال الايام الماضيه، ويمكن سالته بشكل شخصي الشناوي قال ان شاء الله اكون متواجد، انا جاهز الحمد لله. يعني الاصابه يمكن ما كانتش قويه جدا، هو حس بالم زي ما قلنا يا امير طبعا، يمكن عمل اشعه وكده، لكن الحمد لله الشناوي باذن الله يعلن جاهزيته في خلال تدريب الغد باذن الله مع فريق النادي الاهلي. محمود عبد المنعم كهربا ايضا يعني باكد لك ان شاء الله باذن الله مع التجهيز والتاهيل والدور الكبير اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي، محمود عبد المنعم كهربا ان شاء الله باذن الله يكون متواجد في قائمه هذه المباراه، محمود وحيد كمان متواجد معانا في هذه القائمه باذن الله امير. كل اللعيبه تكون يعني جاهزه فنيا وبدنيا وذهنيا لهذه المباراه، لكن الثلاثي اللي انا باكد لك عليه الشناوي ومحمود وحيد وكهربا الحمد لله رب العالمين الامور بالنسبه لهم ماشيه بشكل رائع ومميز جدا ان شاء الله باذن الله. يعني ينقصنا التوفيق يا امير، وكمان يمكن لسه كمان شايف حاجه عايز اضيفها لك دلوقتي، يمكن رئيس اللجنه الطبيه للدكتور محمد شوقي متواجد دلوقتي معانا في مطار القاهره، من الواضح ان هو هيكون متواجد معانا في بعثه فريق النادي الاهلي، اهتمام كبير جدا زي ما بقول لك زميلي يا امير، الامر الخاص بالاجراءات الاحترازيه والاجراءات الطبيه يمكن ده امر مهم جدا. كمان الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي يكون برفقه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره. تمام. يعني ان شاء الله باذن الله كل الاهتمام اللي احنا شايفينه ده وكل المجهود اللي احنا شايفينه ده ينعكس يعني على اللعيبه بشكل كبير جدا، الحماس يزيد، التركيز يزيد، يزيد الرغبه تزيد كمان عند لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله كل الامور دي تصب في مصلحتنا ان شاء الله في المباراه اللي هتقام يوم السبت على مركز محمد الخامس بكازابلانكا ان شاء الله باذن الله. طيب اكيد رحله برعايه اير كايرو الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، وكمان الرسائل اللي هتكون متواصله من خلال زميلنا العزيز كريم احمد من خلال تواجده في المغرب مع الباسا هتكون ايضا برعايه بنك سائب، وطبعا هتكونوا متواصلين حضراتكم معانا على مدار الايام القادمه حتى موعد المباراه في كل الكواليس اللي بتتعلق بفريقنا الحبيب وفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. سؤالي الاخير ليك يا كريم، وهو بخصوص البرنامج الخاص بالفرقه عقب الوصول للمغرب بالسلامة بإذن الله تعالى.
بالتاكيد طبعا يعني يمكن كنا متوقعين النهارده ان يكون في تدريب صباحي مع اللعيبه. طبعا كان اول امس كان في تدريب بسيط جدا في الجيم، كنا متوقعين يكون في تدريب صباحي النهارده ثم العوده للمطار، لكن كان قرار من بيتسو موسيماني المدير الفني ان النهارده يكون التوجه مباشره الى مطار القاهره. يعني هنوصل 6:30 اكيد، يعني بعد خروجنا من المطار 7:30 نقدر نكون متواجدين في فندق الاقامه بنسبه كبيره جدا يا امير، وده الواضح ان مش هيكون في تدريب النهارده. ممكن يكون في ريكفري بسيط جدا للعيبه النادي الاهلي، لكن من الواضح ان مش هيكون في تدريب، لان انت عارف الحظر هناك من الساعة 6 صباحا إلى 6 مساء، فبإذن واضح النهارده هيكون أيضا راحة كمان للعيبة النادي الأهلي على أن يتم بقى تحديد ميعاد التدريبات غدا إن شاء الله، لكن كل الأمور كلها تكون قبل الساعة 6. يعني أنت عارف طبعا زي ما أكدنا وقلنا الحظر هناك والظروف بتحكم يعني كازابلانكا تحديدا بالتوقيتات، فمن الواضح أن كل التدريبات لفريق النادي الأهلي هتكون يعني الساعة 4 أو 5 بتوقيت كازابلانكا، لكن كل الأمور دي طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومع الكابتن سمير عدلي اللي هنكون طبعا منسقين معاه بشكل كبير جدا. كل المعلومات دي اكيد هكون من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي، كل الامور دي ان شاء الله نطمن بيها كل جمهور النادي الاهلي. بناكد اكثر من مره باذن الله رحلتنا ان شاء الله باذن الله تكون تحت رعايه اير كايرو، ورسائلنا باذن الله اليوميه كلها تكون تحت رعايه بنك سعيد باذن الله. جمهور النادي الاهلي يكون متابع معانا لحظه بلحظه الكواليس الاخبار، كل الامور اللي بتهم جمهور النادي الاهلي هيتابعوها فقط على شاشه قناه النادي الاهلي. طيب كريم، بخصوص موعد المسحه اللي هتجرى للبعثه هناك في المغرب، هل ممكن تبقى النهارده ولا هتكون بكره الصبح طبقا طبعا للبروتوكول الخاص بالاتحاد الافريقي في المرحله دي تحديدا؟ طبعا يعني يمكن ما عندناش معلومه مؤكده يا امير حتى هذه اللحظه، لكن من الواضح ان كل الامور الخاصه بها المتحط بها تكون صباح يوم الاربعاء ان شاء الله. يعني اكيد طبعا هنكون متواجدين في مطار كازابلانكا، احنا معانا طبعا يمكن كل اللعيبه انت عارف اجرت مسح قبل التوجه الى مطار القاهره ب 48 ساعه، لكن مجرد وصلنا الى مطار كازابلانكا اكيد فندق الاقامه من الواضح ان اكيد الامور دي كلها تكون تحسم صباحا، لان كنا على طول كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي قبل المباريات الافريقيه انت عارف بيكونوا متواجدين قبل المباراه 48 ساعه واكثر كمان من 48 ساعه، لكن مع غلق المجال الجوي في المغرب يمكن الكابتن سمير متواجد والكابتن سيد متواجد، فكل الامور دي هيتم حسمها هناك مجرد وصول لعيبه النادي الاهلي الى بعثه لفندق الاقامه، لكن من الواضح ان كل الامور الخاصه بيها الاجراءات الاحترازيه والوقائيه والمسحات الطبيه هتكون صباح يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. باذن الله توصل يا كريم بالسلامه، وهنفضل طبعا متواصلين معاك لو في اي جديد لحد ما تسافروا ان شاء الله، وكمان بعد ما تسافروا كل دي كواليس ورسائل برعايه بنك سعيب، وكمان رحله برعايه اير كايرو الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مرافق بعثه النادي الاهلي للمغرب كان معانا عبر الهاتف، وطمنا من خلاله عن امور عديده بتخص فريق النادي الاهلي.